نروح للزمالك كابتن عيد. تمام. وتشكيل الزمالك والله يعني اللي انت اخترته وكابتن عبد الجليل اختاره برضو طبعا الاسماء قريبه من بعضها طبيعي، يعني الفرق الكبيره بيكون في اتفاق كبير على التشكيل، يختلف في واحد بتختلف في اتنين، لكن والله تشكيل لو اللعيبه في حالتها الطبيعيه لا تشكيل قوي برضو. صح. يعني على الرغم من كل الظروف، يعني هتقول طبعا الاسماء وانت بتتكلم هنتكلم، لكن لو دول في الفورمه وتجهزه كويس لا الزمالك عنده فرقه برضو قويه. ده كمان الاول يعني انت اللي هيلتزم بنفس الخطه ولا هيغيرها؟ لا هو هيلتزم بنفس الخطه هيلعب بيها. وانا وجهه نظري كمان ان الزمالك عنده اسماء يعني ممكن تبقى بدايل السنه دي اكتر من السنه اللي فاتت. يعني انت بتتكلم حتى في الحته الدفاعيه، يعني ربنا يرجع الونش كمان بالسلامه قريب، ممكن يلحق في نص السيزون او قبل نص السيزون. وكمان بتتكلم في عبد الشافي، بتتكلم فيه محمود علاء، يعني بكلمك في الحته اللي تحت. أيوة. بتتكلم في عمر جابر، يعني بتتكلم في عمرو السيسي، في رؤى، في حمدي علاء، في اوباما، في يعني الناس اللي شيكابالا تغييره بشكل كبير مهمه، ابراهيم انضاي محترف، ناصر منسي، ناصر منسي. فاسامي عندك تقدر تضيف للمجموعه اللي موجوده جوه. ان التشكيل بالنسبه لي هو ده نقول التشكيل الاقرب اللي الراجل كمان مفنش بيه، يعتبر مفنش بيه، هو محمد صبحي وثلاثة تحت في خط الظهر، حمزة وحسام عبد المجيد وعبد الغني، عبد الله جمعة ناحية الشمال، والراجل بيجهزه بشكل كبير جدا. هنتكلم عن عبد الله جمعة لأن طبعا ده كان غريب بالنسبة لي اختيارك ليه بما أنه كان بعيد الفترة اللي فاتت كلها. هو ناحية الشمال هي لايقة عليه، فوجئت برضه هي لايقة عليه جدا الطريقة. هو كباج وهو أصلا وينج في الأساس. فهو في الحتة ديت لو عبد الله رجع لفورمته ورجع عمل خد بالك انا مش هجادل معاك لان انت قريب وشايف اللعيب بيتمرن ازاي وشايف اهتمام الراجل بيه، فممكن هو يكون عنده وجهه نظر. بس لما نيجي علينا عبد الله جمعه وسيد نيمار ناحيه اليمين ديت برضو اكتر حاجه تبقى لايقه على الزمالك، اللي هو لو لعبها بالثلاثه اللي تحت وفي قلب الملعب. هو كمان ان هو بيجهز عبد الله عشان يزق فتوح عشان هو الملعب مقتنع بيه انه هو اقتنع، وفتوح عامل فرق كبير جدا اصلا في الكواليتي الكوره بتاعته، لعيب الكواليتي بتاعه عالي في صناعه الفرص، في الحاجات البينيه اللي بيلعبها، في الحاجات في التكمله اللي على ال 18 بشكل كبير. واشول هو عايز حد يشول في الحته دي مع دونجا طبعا في نص الملعب، اللي فنش بشكل كويس برضه في البطوله العربيه. شايف يعني البطوله العربيه رجعته تاني للفورمه ورجعت الجماهير الثقه فيه. دونجا لعيب دولي لعيب دولي يعني طبعا، وكان مع بيراميدز الحقيقه عامل مستويات كبيره. يعني هو برضو مع الزمالك كان في تراجع في المستوى لكن هو عنده احسن من كده طبعا. وبالاضافه طبعا للثلاثه اللي هيبقوا موجودين قدام مع عوده مصطفى شلبي وزيزو وسيف الجزيري، شايف ان هي هتبقى برضو شكل الزمالك كتيم بالشكل دوت. لو بدا وفي استقرار من بدري الزمالك هيقدر يخش من بدري في المنافسه، ويقدر ماتشات كتير جدا الزمالك هيبقى عنده فيها مشاكل هيقدر يخلصها بالشكل والطريقه اللي الراجل بيلعب بيها. حتى لو اللعيبه مش ما عندهمش فوقان في بدايه الموسم احسن حاجه يعني. طيب احنا عندنا خبر من مراسلنا في نادي الزمالك انه اوسوريو مهتم قوي باوباما. تمام. وشايف انه الموسم اللي جاي هيفيده جدا فنيا. لو الكلام ده حقيقي واعتقد ان هو حقيقي، اوباما ممكن يدخل على حساب مين في التشكيله دي؟ وهل هو الراجل ده لو فعلا دي قناعات ولا قناعات صحيحه ولا لا؟ يعني ممكن يدخل على حساب مين؟ هو ممكن يعني ما انا عمال ادور لها يمين وشمال. اصل هو احمد برضو بيفكر في ان اوباما بطريقه لعبه معينه يعني عايز يحدفه شمال يحدفه يمين مش جايبه، لان وانا الراجل ما اعرفش احمد ما بيلعبش بحته تحت الفيرود دي، واوباما بيجدها، فما اعرفش هيوظف اوباما ايه. هو بيحاول يلعب زيزو جوه الملعب بشكل كبير جدا، يعني هو بيحط زيزو جوه الملعب بشكل كبير. هو الفكره ان هو الراجل كان بيحط في وجود مصطفى شلبي كان بيحطه ناحيه الشمال كوينج باك أيوة في البدايه، وكان بيحط وينج باك وابراهيم انضاي الناحيه الثانيه وينج باك برده في البدايات، لحد ما بدا يعدل فيها وفي البطوله لعب عكس كده ولعب باكات صريحه. لان خد بالك الطريقه اللي كان بيلعب الاول دي في الاول كانت فيها مجازفه كبيره، وكان الزمالك عنده مشاكل كبيره جدا فيها. فانت يعني انا شايف اوباما ممكن يبقى تغيير. طب هو كطريقه لعب اوباما مفيد للطريقه ولا اوباما عايز الثلاثه او الاربعه ثلاثه او الاربعه اثنين ثلاثه واحد ويلعب 10 فري تحت راس الحربه؟ يعني الطريقه دي تناسب اوباما؟
هو أصلاً؟ هو لو لعب اوباما راس حربه تاني واستغنى عن مصطفى شلبي والوينجين بيلعبوا من بره وزيزو من جوه الملعب في الفكره في, في في الشكل دوت في طرق لعب كتير جدا. ما هي الطريقه دي ممكن دي. تطلع منها حاجه هي دي. يعني انت هتحط عبد الله على الطرف وسيد نمر على الطرف وسيف واوباما الاثنين وتحتيهم زيزو تحتيهم زيزو بالظبط تحت الاثنين والاثنين اللي في نص الملعب هي دي. بس لو هيغير في الطريقه لو هيغير في شكل الطريقه نفسها ممكن تلاقيه دي اقرب حاجه. يعني اوباما بديل قوي قوي يعني يعني لو ما ابتداش عنده خبرات كمان هيغير له طريقه لعبه هيغير يعني. بس زي مثلا قفشه في الاهلي بديل ينزل يغير طريقه لعب لما يكون محتاج. طيب خليني برضو مع كابتن عيد قبل ما اروح بقى لتشكيل الكابتن عبد الجليل. عمر جابر خبرات فنش الموسم اللي فات على افضل ما يكون كان من احسن لعيبه الزمالك. ليه انت ما فكرتش انه يكون موجود في التشكيله دي على حساب مثلا لاعب زي سيد نيمار؟ انا بشوف ان سيد عنده جرأة في الحته الهجوميه وانت بتلعب ثلاثه اصلا في خط الظهر بشكل كبير جدا. هو الثلاثه هيبقوا متمركزين في الحته الدفاعيه وقدامهم دونجا اللي بيسيب حريه الفتوح يطلع في الحته الهجوميه بشكل كبير جدا. فانت بيتهيألي نادي الزمالك كفريق عمر ملتزم جدا دفاعيا والتزم جدا في نص الملعب. الراجل لما فكر فيه اخر فتره لعبه في نص الملعب وادى بشكل كويس جدا وحتى كان باين في التحاماته في 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 في, في 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 الحماس اللي كان عنده كان عايز جدا في البطوله. فاعتقد ان سيد نيمار هو اكتر واحد لايق. طب انا هديك طرح تاني، هل ممكن في الطريقه دي تدخل احمد فتوح باك شمال وتحط عمر جابر جنب دونجا؟ هل ده ممكن فنيا يبقى افضل؟ ممكن يتعمل في بعض الماتشات لان برضو في اوقات كتير هو عمل كده، حط فتوح باك شمال حتى في البطوله العربيه في بعض الاوقات ولعب اتنين ديفندرات تاني. هو ما كانش عنده عبد الله، ما كانش عبد الله موجود وما كانش عنده باك ليفت تاني قريب. حتى اما فكر لعب حاتم سكر كان عندنا بعض المشاكل في الحته دي زي نادي الزمالك، وقبليها يعني من قبليها نادي الزمالك كان عنده مشكله في الحته ديت، سواء كان بيلعب حاتم سيرد باك تالت او بيلعبه ناحيه الشمال كان نادي الزمالك عنده مشكله كبيره. فاعتقد هي دي برضو الفكره اللي ترجعنا ان هو اصر ان عبد الشافي يبقى موجود. هو عايز سيرد باك هنا الناحيه دي عشان برضو لعيب عنده خبرات ويقدر يقف بشكل كويس، يقدر يخرج بالكره بشكل كويس، ودي اهم حاجه الراجل عايزها من عبد الشافي.